معايا علا، ازيك؟ مرحب بيك طبعا. ايوه كابتن ابو العيلة معاك، سامعاك. ورحب بيك طبعا من داخل خيمه انتخابات نادي الزمالك. زي ما انت شايف كده المشهد واضح من قلب الحدث. نادي الزمالك طبعا بيشهد عرس منذ صباح باكر من الساعه 9 صباحا. وعايز اقول لك كابتن ابو العيلة اجواء رائعه، ما فيش مشاحنات خالص حصلت يعني في داخل الخيمه او خارج الخيمه او داخل نادي الزمالك. اجواء هاديه جدا، حتى الاعضاء الجمعيه العموميه المرشحين كل الدنيا ماشيه في امان تام، وان شاء الله ربنا يولي من يصلح. لكن خليني اقول لك على يعني نسب كده، يعني وليست بالنهائيه لكن هي نسب نحب نقولها طبعا لقناه نادي الزمالك. طبعا كابتن حسين لبيب 90% وكابتن فاروق جعفر 10%. طبعا لكن لسه في لجان وصناديق لسه ما اتفتحتش، لكن خليني اقول لك استاذ حسام المندوه تقدم واضح، وبرضه لسه في لجان ما يعني ما فتحتش صناديقها، لسه احنا في عمليه الفرز. لكن هنا المعركه في النائب طبعا كابتن استاذ هشام نصر وهاني العتال شرسه. مش هقول لك يعني هقول لك نسب، هقول لك 51% هاني العتال، 49% هشام نصر، ولسه في لجان ما اتفتحتش، ولسه في طبعا الفرز قائم حتى الان. لكن حبينا نقول لكم على الحصر النهارده طبعا لقناه نادي الزمالك، وحبينا نقول لكم على النسب الموجوده امامنا الان. سامعاني، انا كنت حابب اعرف منك لحد دلوقتي الحضور في عدد اعضاء الجمعيه العموميه الى الان، لان الحقيقه لو في مؤشرات اوليه بعدد الحضور دي محتاج اعرفها، لان في اعتقادي ممكن تكون ليها دلالات مهمه. وكمان بشكركم على المجهود الكبير الحقيقه اللي انتم عاملينه من الصبح. كمان بنشكرك كابتن ابو العيلة. لكن خلينا اقول لك ان الحضور تقريبا كان بالنسبه اللي كنا بنقول عليها من 21 ل 25% لكنها نسبه تقريبيه حتى الان. لكن خلينا اقول لك ان المشهد واضح، جماهير اعضاء جمعيه نادي الزمالك موجودين بكثافه، ويمكن كل ما الوقت بيعدي الاعداد بتزيد، لكن هي دي المؤشرات الاوليه اللي احنا قدرنا نجيبها حتى الان. بشكرك طبعا زميلتي علا القائد من داخل نادي الزمالك، وان شاء الله لنا عوده تاني عشان تقول لنا كل الاخبار من داخل خيمه الانتخابيه بنادي الزمالك.